عندما قررنا الدخول وتساندنا وتعاوننا وتآزرنا في هذه المعركة حملنا دماءنا على كفوفنا، على أكفنا. كما قلت في استشهاد الحاج عماد، هذا حال الجميع يحمل دمه على كفه وكفنه على كتفه. يحمل دمه على كفه وكفنه على كتفه. ولذلك نحن لم نفاجأ ولن نفاجأ بأي ثمن يمكن أن ندفعه، وهذه المعركة تستحق هذه الأثمان الغالية. بعض الناس حتى الآن، حتى هذه اللحظة بعد 10 أشهر من القتال، ما زالوا يناقشون ولم يستوعبوا جوهر هذا الصراع، حقيقة هذه المعركة. حقيقة هذه المعركة لم يفهموا آفاقها حتى الآن، ومخاطرها ونتائجها وتداعياتها الاستراتيجية والكبرى والتاريخية التي ستترتب على الكيان أو على فلسطين ولبنان ودول المنطقة على ضوء نتائجها انتصارا أو هزيمة. بعض عايشين بالزواريب، بعض عايشين في الآفاق الضيقة، أما حقيقة الأمر لا، نحن أمام معركة كبرى تجاوزت فيها المسألة مسألة جبهات إسناد. هناك معركة في غزة، هناك معركة في جنوب لبنان، هناك معركة مفتوحة في اليمن وحتى في العراق، لأنه كل هذا عم يتزامن مع بعضه. تقصف الحديدة في اليمن، وتقصف جوف الصخر أمس أو أول أمس في العراق، ويقتل القائد إسماعيل هنية في طهران، ويقتل القائد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية. هذه لم تعد جبهات، هذه معركة مفتوحة في كل الجبهات، ودخلت في مرحلة جديدة. ما في شك بأن العدوان على الحديدة بعد العملية النوعية البطولية لأنصار الله والجيش اليمني في تل أبيب في مسيرة يافا، بعد اغتيال قائد إسماعيل هنية، هؤلاء حمقى، هؤلاء الصهاينة عن جد مش عايشين قدامهم. هذا العلو اللي الآيات القرآنية حكت عنه، هذا الاستكبار، هذا العتو بيعطل الدماغ، بيعطل العقل. يعني هؤلاء يتصورون أنهم يقتلون القائد إسماعيل هنية في طهران وإيران تسكت؟ لهجة بيان سماحة السيد القائد حفظه الله أقوى وأشد حتى من بيانه وخطابه يوم العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق واستشهاد القائد الحاج زاهدي. أشد. إيران الجمهورية الإسلامية، ما سمعناه من سماحة الإمام القائد بالبيان والخطاب، من السيد رئيس الجمهورية، من قيادة الحرس، من وزارة الخارجية، من كل المسؤولين الإيرانيين، الإيرانيون يعتبرون أنه لم يتم فقط المس بسيادتهم في القنصلية الإيرانية في دمشق. اعتبروا أنه قد تم المس بسيادتهم، قد تم المس بسيادتهم، لأن السفارة والقنصلية جزء من الأرض الإيرانية. أما عندما يتحدثون عن حادثة اغتيال القائد الشهيد هنية، هم يتحدثون عن المس بسيادتهم، وثانيا المس بأمنهم القومي، وثالثا المس بهيبتهم، ورابعا، وهذا لازم يفهمه الإسرائيلي اللي بعده ما بيفهم، وأنه تم المس بشرفهم.